انت ولد، انت ولد. نعم يا فندم. مش دي برضو بحتون الجمل؟ قصدي بحتون الجبل. ايوه هي يا فندم. طيب تقدر توديني للشيخ بدار؟ الشيخ مين؟ الشيخ بدار. عاوز مين يا فندم؟ قال عايز الشيخ بدار. جاء. ايوه عاوز الشيخ بدار. في ايه؟ بتبصولي كده ليه؟ الله، غريبة ولا ايه؟ طب روح انت قادت. عاوزه في ايه الشيخ بدار؟ عايزه خلاص. انت مالك؟ ايه ما اسألش ايه؟ لا ما تسألش، انا اللي اسأل. عارف طريق الشيخ بدار توديني؟ مش عارفه؟ ما تعمليش فيها ظابط مباحث. ايه ده؟ هو الشيخ بدار ده مش كبير حوارة؟ كبيرهم يبقى علوان ابو البكري. تحب تروح له؟ انا بسأل على الشيخ بدار. ما هو علوان ابو البكري هو اللي وصلنا للشيخ بدار. علوان البكري؟ علوان الكبري؟ انا ما يهمنيش التشكيل. ايه انت هتحددني؟ امشي قدامي. استنى. عملت الطيب يا شاذلي اللي ما قلتلوش حاجه الا هو شكله ايه الافندي ده؟ وانا خابر عاد. اهو فندك ده كانه مباحث. مباحث؟ وين دلوقتي؟ في المنظره مستنيك. ربنا يستر. اقول لك ايه؟ اوعك تجيب سيره لحد واصل. اجيب سيره؟ وانا لو كنت عاوز اجيب سيره كنت كتمت عليه ده. لا عافي عليك يا ولد عمي. يا مرحب يا مرحب يا فندي. قل لي انت عايز الشيخ بدار في ايه ان شاء الله؟ ايه عاوزه في ايه يعني؟ عاوزه خلاص. انت شكلك قدام مش حكومة ولا مباحث. انت مين يا فندي؟ انا واحد عاوز الشيخ بدار. ايه الحكاية؟ كل ما حد يقابلني يسألني عاوز الشيخ بدار ليه؟ عاوزه في ايه؟ انت شكلك كده ما يطمنيش. في حاجة حصل مني حاجة يا اخ علوان. وكمان خبر اسمي؟ وهل يخفى القمر؟ انا اللي جابني هنا ووصلني قال لي على اسم حضرتك. انا عملت حاجة لا سمح الله. هستأذن انا. استنى عندك. ايه هو بالسهل كده تاجي وتروح بالسهل كده؟ امال حضرتك عاوز مني ايه بالظبط؟ ما انا لازم انا اعرف انت مين وجاي عايز الشيخ بدار في ايه. لا ابدا، انا كنت جاي عشان اسلم عليه بس. انا خابر مليح مين اللي مشيعك، وخابر كمان انت جاي تعس على الاخبار لمين. لكن قل اللي بعتك لو ظهرت ما حدناش ليها غير الموت.